السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى، كيف حالكم أصدقاء؟ أتمنى أن تكونوا تتم السحر فيها. اليوم أترككم جديد بحلقة جديدة إن شاء الله. اليوم ليست سلسلة ولا تختيم ولا حتى موعد، اليوم هو 7 من ديسمبر من سنة 2019. اليوم هو المرادف للموسم الماضي، حيث افتتحت القناة لأول مرة في يوم 7 ديسمبر وقمت بإنزال أول فيديو في 8 ديسمبر على لعبة تبولي. القناة في ذلك الوقت كانت تحت اسم الجيمر العربي، والتي طورت لحد الآن وأصبحت The Emperor، أي الإمبراطور والإمبراطورية. اليوم أود أن أشكركم على كل ما قدمتموه لي من الدعم، من الاشتراك، من المشاهدات، حتى من الإعجابات الخاصة بكم في قناتي. أود أن أشكركم وأقول لكم شكرا وشكرا جزيلا لكم. بفضلكم قررت أن أعود إلى القناة بعد غياب دابة 3 أشهر. صراحة لم أدخل إلى القناة، هذه أول دخول لي، وتذكرت أنه اليوم هو اليوم المرادف للقناة بإذن الله. انتظروني في عمل قادم بإذن الله، سوف أحاول أن آتي لكم بالجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتعالى وبيس.